بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما بالنسبة للظواهر الجوية النهاردة هيكون في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. وبالمناسبة امبارح كان في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة اتعرضت لها محافظة مطروح، أدت لجريان سيول في بعض المناطق. تعالوا نشوف الأول تقرير عن كيفية تعامل أجهزة المحافظة لرفع أثار السيول. حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع سقوط أمطار غزيرة تعرضت لها محافظة مطروح أدت إلى جريان سيول من الأودية إلى بعض المناطق، وأبرزها منطقة وادي الرمل والخروبة والكيلو 4، كما قطعت مياه السيول عدداً من الطرق بعدة مناطق متفرقة بمدينة مرسى مطروح. إجراءات متعددة اتخذتها أجهزة المحافظة عقب سقوط أمطار غزيرة مع تعرض بعض المناطق للسيول، حيث تم الدفع بسيارات مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية، وذلك لفتح الطرق وتحويل مسار المياه حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتيسير حركة المرور. وتحقيقاً لسهولة الوصول إلى المتضررين وتقديم جميع المساعدات لهم، تم فتح مركز الإغاثة بالكيلو 7 لاستقبال الحالات المتضررة مع تواجد الفرق المتنقلة التابعة للتعامل الاجتماعي في المناطق المتضررة بالكيلو 4 وسوق ليبيا والخروبة والقصر، بالإضافة إلى عقد غرفة العمليات لتلقي البلاغات. علشان نتعرف على تفاصيل أكتر معانا على التليفون الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مطروح. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. طيب خلينا في الأول تورينا أو تقول لنا المشهد حاليا في محافظة مطروح، وتم التعامل إزاي مع الأمطار والسيول الغزيرة. هو لو جبنا الحدث كله من أوله، هي بدأت سقوط الأمطار يوم الأربع الساعة 9:30، وطبعا الأرصاد الجوية كانت قايلة أن الأمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الغربية. الحمد لله كانت فعلا بسيطة وخفيفة على مدينة مطروح، ومدينة مطروح نفسها ما كانتش كمية المطر كبيرة، ولكن المطر كان مكثف ومركز على المنطقة الجنوبية لمطروح في الصحراء على مسافة 30-40 كيلو، وتجمعت في الوديان وعملت سيول ونزلت على مدينة مطروح. بدأ نزول السيول على مدينة مطروح بعد انهيار أحد سدود الإعاقة، وفي سدود معمولة في الصحراء في الوديان مش بغرض تخزين مية، ولكن تهدئة سرعة المياه أو تجميعها لمساعدتها على التسريب في بطن الأرض. أحد السدود انهار على منطقة القصر والخروبة، وعمل انهيار كمية مية، اندفاع كمية مية كبيرة جدا على المنطقة. على الفور كنا متواجدين، السيد وزير المحافظ متواجد معنا على طول بعد ما اخترت الغرف العمليات وكل الإجراءات دي تمت، كان متواجد في الحدث سيادة المحافظ، وأمر بأن احنا نحول المية إلى مسار بعيد عن التجمعات السكنية، وتحولت على مسار في اتجاه البحر. والحمد لله المنطقة دي ما كانش فيها خسائر كتير، ولكن كانت فيه مية على الطرق كتير أو فعلا، والحمد لله اتجهت المية بمنطقة القصر والخروبة على البحر. المنطقة التانية اللي توجهت إليها المية برضو كانت منطقة سوق ليبيا، ودي كانت في وسط الكتلة السكنية، والحمد لله تم السيطرة على الموقف وتحويل المية لمسار تاني اتجهت إلى البحر، واتمنع وصول المية إلى منطقة اللوكس ومنطقة سوق ليبي. المنطقة الأخيرة كانت منطقة الكيلو 4 والمقابر الكيلو 4، والحمد لله النهاردة من حوالي ثلاث ساعات كده أو ثلاث ساعات بالضبط انتهت المية اللي كانت موجودة في الكيلو 4 وفتح الطريق الرئيسي لمدخل ومدينة مطروح. الأعمال دي كلها كانت متابعة من الحمد لله من السيد المحافظ، وهو متواجد معنا شركة القبضة، السادة الوزراء وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية. دولة رئيس الوزراء أمر بدعم مطروح
بمعدات من المحافظات التانية والشركات الشقيقة. جالنا 34 معدة ما بين سيارة شفط وبدالة سحب مياه من اسكندرية والجيزة والبحيرة والمنوفية والغربية، والحمد لله الأمور كلها حاليا خلاص انتهت بالنسبة للمناطق الرئيسية في مدينة مطروح، ما عادش في أي تجمعات مية. كل المعدات الوقت هيبدأ توزيعها على المناطق الفرعية لمتابعة شكاوي السادة المواطنين، لو في حد عنده مية حوالين البيت أو جوه البيت، لأن تعرف نظام البيوت هنا البدوية في حوش ومنطقة مكشوفة، فلو في أماكن زي كده هنتعامل معها إن شاء الله دلوقتي حالا يعني. طب هل في خسائر حصلت نتيجة السيول دي، وإيه أبرز الخسائر دي؟ والله الحمد لله يا فندم، حتى الحمد لله حتى الآن ربنا سترها، ما فيش خسائر في الأرواح. إن كان في خسائر مادية هتبقى مثلا مية دخلت على جراج أو منطقة منخفضة، إذا كان في سيارة أو في أي حاجات منزلية تخص أصحاب البيت، هي دي اللي ممكن تكون موجودة. لكن حتى الآن هو جاري المحافظة مشكلة فريق للمتابعة دي، ولكن احنا شغلنا الأساسي التعامل مع المية في الشوارع. مشكورك. في السيد المحافظ مجهز فرق للحاجات ديت، وفي فرق إغاثة وفي كل حاجة، ومتابع لو في خسائر إن شاء الله يكون في تعويض يعني، بس الحمد لله حتى الآن مش ظاهر حاجة واضحة قوي يعني. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح. مشاهدينا، بعد ما اطمننا على الأحوال الجوية في مطروح، خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو بشكل عام من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها في مناطق مختلفة في مصر. احنا طبعا يمكن احنا من بداية هذا الأسبوع بنشهد الأجواء الخريفية، فرص أمطار متفاوت الشدة في معظم محافظات الجمهورية. يمكن زادت كميات الأمطار أمس وأول أمس على بعض الأماكن، وخاصة في سواحلنا الشمالية الغربية. متوقع من اليوم استمرار تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فهتحجب جزء من أشعة الشمس، فهيكون في استمرار لانخفاض درجات الحرارة، أو تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 31 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي إحساس بالطقس هيكون فترة النهار هو طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، طقس خريفي معتدل تماما على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ما بين حار إلى شديد الحرارة على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ده فترات النهار وتحديدا في فترة الظهيرة. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخلنا في فترات الليل هيبدأ طبعا انخفاض مرة أخرى في درجات الحرارة، ويكون ملموس أكثر ومحسوس خلال ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر. أجواء لطيفة تماما في معظم محافظات الجمهورية، خاصة كمان أن درجات الحرارة الصغرى فترة الليل بتنخفض وتكون ما بين 23 و22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. كمان مع انخفاض درجات الحرارة ويعني وجود نسب رطوبة في الجو، الظاهرة الجوية المؤثرة معانا دايما فترات الصباح الباكر هي تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر، وبتؤدي أيضا لانخفاض في الرؤية الأفقية، لكن هي أيضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا مع الساعة 7-8 تدريجي الشبورة المائية بتبدأ تختفي، الرؤية الأفقية بتبدأ تتحسن على أغلب الطرق. بالنسبة لفرص سقوط الأمطار اليوم، فرص سقوط الأمطار اليوم هتقل تماما عن أمس أو أول أمس، وتبدأ كمان تنحصر وتتلاشى من المناطق الداخلية. لكن احنا المناطق الداخلية كان عليها أمطار متفرقة خلال الأيام الماضية، لكن اليوم متوقع أن يتتلاشى من المحافظات الداخلية، وتبقى أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على بعض الأماكن من محافظات السواحل الشمالية الغربية زي مطروح والإسكندرية، بعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري زي البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، لكن هي أمطار في مقبلها خفيفة ممكن تكون متوسطة في بعض الأماكن، ان شاء الله ما تاثرش تماما على اعمال الانشطه اليوميه، وناكد ان هي تكون اقل من اللي حصلت امبارح او اول امبارح على المحافظات الموجوده في سواحلنا الشماليه الغربيه، والحمد لله الاحوال الجويه هناك كمان في المحافظات استقرت بشكل كبير. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه.
ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 31 والصغرى 23، العاصمة الإدارية 31-23، اسكندرية 28-22، العلمين الجديدة 28-22، مطروح 26-22، دمياط 29-22، بورسعيد 29-24، الإسماعيلية 32-22، السويس العظمى فيها 33 والصغرى 22، العريش 30-22، كاترين 28-17، طابة 30-24، حلايب 33-26، شلاتين 36-25، شرم الشيخ 35-25، الغردقة 35-25، الفيوم العظمى فيها 32 والصغرى 23، بني سويف 32-22، الوادي الجديد 37-23، أسيوط 33-22، سوهاج 35-23، قنا 39-24، الأقصر 40-25، وأخيرا أسوان 41 والصغرى 25. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لإيمان وشاذلي نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمي.